شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمعرض الصين السياحي الدولي ITB China الذي يعد احد اهم المعارض المتخصصه في قطاع السياحه على مستوى العالم الذي يقيم في مدينه شنغهاي الصينيه بحضور اكثر من 600 عارض من مختلف الشركات والمنظمات السياحيه والسفر والترفيه من 80 دوله حول العالم نعم نظمت الهيئه الجناح الخاص بمملكه البحرين في المعرض الذي ضم مشاركه كل من طيران الخليج ومركز البحرين العالمي للمعارض ومجموعه من الفنادق والمنتجعات وشركات اداره الوجهات الرائده أعرض الوفد البحريني خلال مشاركته بالمعرض النمو الذي يشهده قطاع السياحة في مملكة البحرين وابرز معالم الجذب في القطاع والمقاصد السياحية المتنوعة. في هذا الصدد أكدت سعادة السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن هذه المشاركة تعكس الدور الذي يقوم به القطاع السياحي في تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة على مختلف المستويات. مشيرة إلى أن هيئة البحرين للسياحه والمعارض تضع السوق السياحي الصيني في مقدمه اولويات جهود الجذب السياحي وتستعد لاطلاق حمله تسويقيه كبيره في الاسواق الصينيه في الفتره المقبله ذكرت بحجي ان هيئه البحرين للسياحه والمعارض اطلقت مؤخرا برنامج شاين ريدي الهدف منه هو مساعدة الوجهات السياحية ومزودي الخدمات السياحية على فهم الاحتياجات السياحية للزوار الصينيين وجعلهم مؤهلين لاستقطاب الافواج السياحية من الصين. أكدت بوحجي أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع شركائها المعنيين بالسياحة في البحرين مع مشغلين سياحيين وشركات إدارة وجهات سياحية ووكالات سفر وسياحة مرموقة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة للترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية مثالية لاستقطاب المزيد من السواح والزوار من السوق الصيني